لا، أنا ماشي مع سنة بيضاء، ولكن أنا مع أننا نأجلوا الدراسة شوية، على الأقل تنشوفوا الوضعية الصحية في البلاد كيفاش غادي تكون. أما التعليم دابا كاين اختيار ما بين عن بعد وعن حضوري، المسألة ما واضحاش مزيان بالنسبة للتلاميذ. التعليم عن بعد شوية فيه مشاكل، أنا من رأيي نأجلوا شوية الدراسة حتى لديك شهر واحد، ولا مهم تشوف الوضعية الصحية ديال البلاد. مع دابا كوفيد 19 في 2020 الدراري دابا راه كاين على القرايه على البعد شويه ناقص، ماشي بحال مباشره في القسم، وحنا السنه البيضاء ما متفقش على هذه السنه البيضاء، لان السنه الا كانت سنه بيضاء هي ما كتقراش، اما على البعد راه كتقرا كتتصل مع سميتو الاساتذه ديال التلاميذ، فهمتي. اما السنه البيضاء ما كتقراش كاع، فهمتي. حنا بغينا الدراري يقراو، علاش لا نجحت لهم عن بعد يستمروا تيحيد الوباء ان شاء الله. انا عندي واحد زعما اقتراح، يعني بغيناه يكون حنا حبسنا الدراسه في 16 مارس 2020، يعني حبذا لو كانوا زعما غيخليو لينا حتى 16 مارس 2021 ونبداو الدراسه، يعني باش نكملوا الدروس. يعني ما يمكنش حنا ندوزوا لي زيكزام وحنا ما مستافدين حتى حاجه، ما عارفينش لي كور، يعني غير دراسنا عن بعد. يعني جاتنا صعيبه شويه مع دابا البريباراسيون ديال لي زيكزام والظروف اللي كنعيشوها، جاتنا صراحه صعيبه والله. انا من رايي ما مسلكاش السنه بيضاء، بحكم مثلا واحد كيقرا في سيزيام وطلعو يقرا الباك، والباك مثلا دروس مبازين على الدروس ديال السيزيام، ما يلقى مشكل. انت نجح شي هو فرح، ولكن من يطلع الباك كما كنقولوا غيحس بالقالب، فهمتي. هذا هو المشكل. ثاني مثلا الموضوع ديال واش يقراو عن بعد ولا يقراو زعما كاين في المدارس، كيبان لي مشكل انا، خصوصا بالنسبه للدراري الصغار. عشان الدراري الصغار صعيب الدري تقول لي دير لكم ما بعد من صاحبك، فهمتي. واخا تقولها ليه غيدير هو اللي في براسو، باقي ما واعيش، ماشي بحال دري كبير.